من هم أصحاب الرس؟ إنهم قوم يعبدون شجرة الصنوبر، يقال لها شاه درخت. كان يافث بن نوح غرسها بعد الطوفان على شفير عين يقال لها روشن آب، وكان لهم 12 قرية معمورة على شاطئ نهر يقال له الرس، يسمين بأسماء آبان، آذر، دي، بهمن، إسفندر، ثرويدن، أردي بهشت، خرداد، مرداد، تير، مهر، شهريور، ومنها اشتق العجم أسماء شهورهم، وقد غرسوا في كل قرية منها من طلع تلك الصنوبرة حبة، أجروا عليها نهرا من العين التي عند الصنوبرة، وحرموا شرب مائها على أنفسهم وأنعامهم، ومن شرب منه قتلوه، ويقولون إنه حياة الآلهة فلا ينبغي لأحد أن ينقص من حياتها. وقد جعلوا في كل شهر من السنة يوما في كل قرية عيدا يخرجون فيه إلى الصنوبرة التي خارج القرية، يقدمون إليها القرابين ويذبحون الذبائح ثم يحرقونها في النار، ويسجدون للشجرة عند ارتفاع دخانها وسطوعه في السماء، ويبكون ويتضرعون، والشيطان يكلمهم من الشجرة. وكان هذا دأبهم في القرى حتى إذا كان يوم عيد قريتهم العظمى التي كانوا يسكنونها ملكهم، واسمها إسفندر، اجتمع عليها أهل القرى جميعا وعيدوا 12 يوما، وجاءوا بأكثر ما يستطيعون من القرابين والعبادات للشجرة، وكلمهم إبليس وهو يعدهم ويمنيهم أكثر مما كان من الشياطين في سائر الأعياد من سائر الشجر. ولما طال منهم الكفر بالله وعباد الشجرة، بعث الله إليهم رسول من بني إسرائيل من ولد يهودا، فدعاهم إلى عبادة الله وترك الشرك، فلم يؤمنوا، فدعا على الشجرة فيبست يوما ما، ولما رأوا ذلك ساءهم، فقال بعضهم إن هذا الرجل سحر آلهتنا، وقال آخرون إن آلهتنا غضبت علينا بذلك لما رأت هذا الرجل يدعونا إلى الكفر بها، فتركناه وشأنه من غير أن نغضب لآلهتنا. واجتمعت آراؤهم على قتله، فحفروا بئرا عميقا وألقوه فيه، وسدوا فوهتها، فلم يزالوا عليها يسمعون أنينه حتى مات، فأتبعهم الله بعذاب شديد أهلكهم عن آخرهم.